ونسة الباب، مرود عزة، كندكات بلدي، أبواب مجلة سودانية نسوية تعرض قصص نجاح للمرأة. كيف يمكن للمرأة أن تنجح ولو عاندها المجتمع؟ تجيب مجلة حوش عزة. ما هي رسالة هذه المجلة وما الذي تريد أن توصله؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تنضم إلينا عبر سكايب من الدوحة هاجر عثمان، رئيسة تحرير مجلة حوش عزة. أهلا وسهلا بك هاجر. كما تنضم إلينا أيضا عبر سكايب من لوبك شمال برلين سارة الشيخ، إحدى الكاتبات في هذه المجلة. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك هاجر، المجلة والتي ترأسين تحريرها في البداية، قبل أن أعرف أكثر عن هذه المجلة، لماذا قررتم اختيار اسم حوش عزة؟ طيب بداية أول حاجة شكرا حسام على الاستضافة. والمجلة طبعا تم اختيار الاسم لأنه حسيت أنه يعني حيبرز الهوية السودانية أو حيبرز هوية نسوية وسودانية في نفس الوقت. حوش هو الحوش عندنا في السودان دائما بيكون هو المكان أو ساحة بيتم فيها طرح مواضيع بكافة أشكالها، يعني بيجتمعوا فيها الأهل أو الأقارب ويتونسوا فيها ويناقشوا فيها مواضيعهم بكافة، يعني زي ما ذكرت أشكالها ويعني بكافة اتجاهاتها. أما بالنسبة لعزة فعزة هي هنا بيرمز بها بالسودان لأنه السودان دائما كان يتغنى فيه، يعني كانوا بيذكروه في الأغاني السودانية بأنه هو عزة، فزي ما كتب الشاعر خليل فرح عزة في هواك، فهنا هو بيرمز للسودان بكلمة عزة، فجمعنا كلمة حوش وعزة كونه يكون هو اسم يفرض الهوية السودانية النسوية للمجتمع بصورة عامة. طيب هاجر، أنت ما زلت طالبة في الجامعة ووسط مشاريع التخرج وارتباطات هذه الفئة العمرية، قررت إنشاء مجلة وأن تخصصي لها الكثير من وقتك، ما هي أهمية هذه المجلة بالنسبة إليك؟ المجلة هي كانت بداية كانت فكرة حبيت يعني أن أبدأ فيها من يمكن عامين، لكن ما فرصة يعني أو حاسة ما كان في دعم كافي إنه أنا أقوم بهذا العمل، بس مؤخرا يعني طرحت الفكرة على كم من شخص وحسيت إنهم كانوا داعمين لي، ومنهم شخصيا يعني زوجي هو كان أكثر شخص كان داعم لي في موضوع المجلة، وحاليا يعني حاسة إنه الدعم الجاني منهم أو من يعني من الوالد من الوالدة من زوجي من صديقاتي حسيته دفعني على آخر فترة، يعني على آخر الوقت وإنه أنا خريج وكده، ما خليت إنه يعني صعوبات المشاريع التخرج وضغط الجامعة يوقف في طريقك عشان أبدأ المبادرة دي، ففعلا بديت أسي في آخر كورس لي في الجامعة، وحاليا الحمد لله أصدرنا أول عدد لها، وبإذن الله الأعداد الجاية تكون أفضل وبجودة أحسن بإذن الله. طيب هاجر، ما هي المواضيع التي تتحدثون عنها في الجامعة في المجلة أقصد؟ طيب المجلة هي بتتضمن عدة أبواب، منها باب اجتماعي، باب ثقافي، عندنا باب اسمه مرود عزة اللي هو باب بنناقش فيه يعني اللايف ستايل أو أسلوب حياة المرأة، كيف إنها يعني بندي فيه كنصائح للمرأة السودانية بصورة عامة. عندنا باب اسمه كندكات بلدي، باب بيسلط الضوء على شخصيات نسوية سودانية قدموا حاجة للمجتمع السوداني سواء داخل أو خارج السودان، ومش بس على المستوى البسيط أو سوري قصدي على المستوى اللي يعني المستويات عالية، يعني حتى الشخصيات النسوية اللي بتكون بسيطة في المجتمع زي ستات الشاي في السودان اللي بيكونوا عملوا حاجة لمجتمعهم، وهم أنا بعتبرهم يعني فئة شبه مهمشة في السودان، فكيف هم يعني واحدة مثلا من تكون من ستات الشاي قدرت تفتح بيت، قدرت تربي أبنائها، قدرت تدخلهم يعني مجامعات وتخرج جيل كامل، يعني ديل أنا بعتقد من خلال الباب ده ممكن إحنا نبرزهم ونخليهم يعني نسلط الضوء عليهم ونخلي المجتمع يعرف عنهم أكثر عن حياتهم، حتى يعني يكون في دعم لهم من خلال المجلة. إضافة طبعا إلى عندنا باب اسمه ونسة الباب، الباب ده هو بتكتب فيه زميلتي سارة اللي هي معانا حاليا، وهو باب ساخر بيناقش القضايا أو مشاكل اجتماعية في السودان أو ثقافية
بس بطابع ساخر، بتتناول زي ما ذكرت سارة، هو خصيصا طبعا لها وبس. تقريبا دي هي الأبواب اللي عندنا. طيب هاجر، هذا عن الأبواب، ولكن ماذا عن كتاب هذه المجلة؟ كيف تختارون هؤلاء الكتاب؟ ما هي طريقة انضمام الشباب الذين يريدون الكتابة في هذه المجلة إليها؟ إحنا طبعا بداية لما أعلننا عن المجلة، أو أنا بداية كوني أنا يعني عرضت فكرة المجلة للناس في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت إنه أجمع الناس اللي ممكن يعني أحس إنه ممكن يطرحوا ال 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 يعني يطرحوا أو يكتبوا يناقشوا القضايا اللي أنا عايزة نسلط الضوء عليها، بس بأسلوب يكون بروفيشنال أو يعني رسمي أكثر من كونه يعني بس كتابة عامة يعني بدون أي احترافية. فأعلنت في كم من جروب أو كم من مجموعات في الفيسبوك، على مجموعات لنساء سودانيات، عرضت عليهم فكرة أو أعلنت إنه هل في واحدة فيكم مثلا حابة تكتب في مجلة إلكترونية مختصة يعني أو مختصة بالمرأة السودانية، واللي حاسة إنه عندها موهبة الكتابة تتواصل معي يعني على إيميلي. نعم حاضر. وترسل لي نماذج لكتاباته، ومن خلاله طبعا انا عملت فرز للناس اللي حسيته ممكن يعني يقدموا شيء، والحمد لله يعني اصدرنا اول عدد وكان ممتاز يعني، يعني مبدئيا يعني الفيدباك كان كويس، فان شاء الله الاعداد الجايه تكون احسن. نعم هاجر، اذا بعد كتابه هذا التنويه وكذلك هذه الاختيارات، وصلت الكاتبة سارة الشيخ إحدى الكاتبات في هذه المجلة، وبالفعل كتبت إحدى المقالات أو إحدى الأعمدة في العدد الأول. أهلا بك سارة الشيخ في هاشتاغ جزيرة مباشر. إذن سارة، يعني ما هي انطباعاتك عن العدد الأول، الباب الذي تكتبين فيه؟ لو تعطينا نبذة عن أول موضوع كتبتيه في هذه المجلة. مساء الخير. مساء النور. ومساء الخير على كل مشاهدين برنامج هاشتاغ الجزيرة. مساء الخير هاجر وكل قراء حوش عزة. أول حاجة، مجلة حوش عزة العدد الأول اللي تم إصداره في الشهر الحالي أو الشهر الفات شهر 10، كان مفاجأة صراحة كبيرة بالنسبة لنا، برغم الضغط أو الضغوطات اللي واجهناها، بحكم إنه أول مرة طبعاً أنا يعني كتاباتي تظهر زي ما بقوله في مجلة أو حاجة على الملأ. دائماً كتاباتي كنت بحتفظ بها لنفسي أو على نطاق ضيق مع صحباتي أو مجموعة من معارفي يعني. فشكراً أول حاجة لهاجر كونها سمحت لي بفرصة زي دي. كتابتي طبعا أو عمودي اسمه ونست الباب. ونست الباب دي كلمة سودانية أو كلمة سودانية باللغة العامية، معناها إنه عندنا حركة جميلة جدا في السودان، لما يجيك ضيف أو يكونوا معك ضيوف خصوصا النساء ويكونوا خلاص ماشيين يعني طالعين منك، بتقوم تقدمهم أو ترافقهم لحد الباب، وبتكون في ونسة أو بيكون في حديث دائما ظريف جدا جدا لا يحلو إلا قدام الباب. عشان كده هاجر اختارت الاسم ده. أنا حبيت أكتب باللغة العامية البسيطة، اللغة الدارجية، اللغة السودانية اللي هي طبعا قريبة لي أنا كسارة كمان، لأنها بحسها بتوصل للمجتمع بتاعي بكل أريحية، وممكن أي إنسان من أي طبقة يقدر يقرأ الكلام ده ويستوعبه. الباب أول يعني أول كتابة لي في العمود كان بتتكلم باللغة العامية برضو عن ظاهرة في السودان، اللي هي ظاهرة الانتقاص من حاجة عند شخص معين. يعني مثلا تكون أنت اشتريت حاجة جديدة فرحان بها، أو عملت مناسبة زواج أو مناسبة احتفالية بصورة أنت بتكون راضي عنها تماما أو شايفها صورة جميلة، يجوا عدد من الناس وممكن يكونوا من الأقربين أو حتى من الناس البعاد ينتقصوا أو ينتقدوا لك الحاجة دي. الظاهرة دي عندنا اسمها الشناف في السودان، يقول لك فلان شنف حاجة فلان الثاني، يعني إنه انتقص منها. فكنت بتكلم أو الباب الساخر بتاعي ده تحديدا بيتكلم عن مواضيع مسكوت عنها في بيئتي أو في بلدي أنا السودان، وبيحاول ينتقد أو يعالج الموضوع ده بأسلوب انتقادي ساخر. طيب شكرا جزيلا لك سارة الشيخ إحدى الكاتبات في مجلة حوش عزة. أنتقل وأعود إليك هاجر من جديد.
هجب برأيك ما الذي ينقص المرأة السودانية المقيمة داخل السودان؟ أعتقد يعني أنا من خلال المجلة بحاول إنه تكون هي المجلة نفسها يعني مساحة للمرأة داخل السودان تحديدا برضو، إنه تبرز فيها أو تناقش فيها مواضيع بتخصها مسكوت عنها. يعني إحنا عندنا في السودان مشاكل اجتماعية كثيرة ما بيكون يعني ما بيتم مناقشتها على وسائل في الإعلام مثلا أو في على الملأ، دائما بتكون في حالة يعني دائما بيكون في إسكات يعني للمواضيع دي، بيكون في تهدئة لها، ما بيكون في يعني صوت يعني واضح لها، فاهم؟ فيعني إحنا من خلال المجلة بنحاول قدر الإمكان نستغلها لمناقشة المواضيع دي تحديدا. فالبينقص المرأة السودانية ممكن نقول إنه ما عندنا في السودان وسائل، أو يعني ما عندنا مثلا خلينا نقول يعني وسائل زي مثلا مجلات أو صحف بتناقش المواضيع دي بصورة واضحة. فده الهدف كان الأساسي من المجلة، إنه نطلع القضايا دي للنور، نخلي الناس تعرف عنها أكثر. إذن وصلت هذه الفكرة كاملة. هاجر عثمان، رئيسة تحرير مجلة حوش عزة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة. كذلك الشكر موصول أيضا إلى سارة الشيخ، إحدى الكاتبات في مجلة حوش عزة. وقبل أن نختتم هذه الحلقة، ننوه إلى أن برنامج هاشتاغ سيقدم لكم تغطية تفاعلية استثنائية ليوم التصويت في الانتخابات الأمريكية، تمتد من ظهر يوم الثلاثاء القادم وحتى صباح الأربعاء، وبإمكانكم أن تشاركوا بآرائكم وتعليقاتكم طوال فترة التغطية عبر الاتصالات الهاتفية وكذلك عبر سكايب وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.